وللتعليق على هذا الموضوع معنا من بيروت الكاتب الصحفي جورج علم. أستاذ جورج أهلا مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أستاذ جورج، ليلة عنيفة عاشها لبنان أمس، اليوم كيف هو الوضع وما هي آخر التطورات المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على أجهزة الاتصال لحزب الله؟ الوضع اليوم لا يزال على وتيرة عالية من التصعيد. هناك تبادل للقذائف من قبل حزب الله وأيضا من قبل إسرائيل، وبالتالي هذا الأمر يعني أن التصعيد يأخذ بعدا جديدا بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بنية حزب الله، وطبعا فجر آلات اللاسلكي والاتصال التي يعتمد عليها الحزب في عملياته الحربية ضد إسرائيل. بطبيعة الحال ليس هناك بعد من جهود دبلوماسية توحي بأن هناك وقفا قريبا لإطلاق النار، وفي ظل غياب هذه الجهود تبقى طبعا الساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، احتمالات تصعيد، خصوصا وأن حكومة بنيامين نتنياهو تتوعد باجتياح لبنان وبإعادته إلى العصر الحجري. بطبيعة الحال الكلمة الآن ليس في تل أبيب ولا في بيروت، الكلمة هي عند الولايات المتحدة الأمريكية التي تستطيع طبعا أن ترضع إسرائيل إذا شاءت. يكفي أن توقف شحنات الأسلحة والذخيرة إلى تل أبيب لكي ترتعي حكومة بنيامين نتنياهو، لكن أن تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان فيما تواصل دعمها غير المسبوق لإسرائيل، فمعنى ذلك أن المعركة سوف تستمر على مزيد من التصعيد. وطبعا عندما نتحدث عن الحرب نتحدث عن أن الأبواب تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات وعلى كل المفاجآت المؤسفة والمخيفة. نعم أستاذ جورج، توعد أمس الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، توعد إسرائيل بحساب عسير، ما هي هوامش التحرك الممكنة لدى حزب الله بعد هذه الضربة الموجعة التي تلقاها من إسرائيل؟ الحقيقة أن حزب الله يقول بأن لديه مخزون كبير من الأسلحة الحديثة التي لم تدخل المعركة بعد، لكن عندما نتحدث عن المواجهة اليوم صحيح أنها بين لبنان وبين إسرائيل، لكن في العمق أنها مواجهة بين المحور الإيراني من جهة والمحور الأمريكي الإسرائيلي من جهة أخرى. الحرب القائمة اليوم تقبض الطرفين خسائر كبيرة بمعنى لبنان وإسرائيل، لكن في حال أن هذه الحرب اتخذت بعدا جديدا قد تتحول إلى حرب إقليمية، وبالتالي تصبح إيران ملزمة في الدخول بهذه الحرب. هل أن لها مصلحة في ذلك؟ بمعنى هل أن طهران التي تريد فتح باب الحوار مع الولايات المتحدة ومع الغرب الأوروبي حول برنامجها النووي هل لها مصلحة في تصعيد الحرب؟ أنا لا أرى ذلك. إذن لا الولايات المتحدة المشغلة حاليا في انتخاباتها لها مصلحة في حرب واسعة في الشرق الأوسط ولا إيران. لذلك طالما أن الدولتان متفقتان على هذا الأمر فباعتقادي أن العلاج الدبلوماسي ربما يكون له حظوظ أكبر، خصوصا على أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيكون هناك أكبر تجمع للرؤساء في نيويورك، وسيكون لبنان طبعا بالإضافة إلى غزة من المواضيع المطروحة على الجمعية العامة.